علاش البنية التحتية في تونس هشة؟ علاش وين ما تصب قطرة مطر البلاد تغرق تقف؟ خاطر عنا مهندسين مصلي عني بالهم حسب المقاييس اللي ياخذوا فيها والأشغال اللي يقوموا بها مطابقة 100%، هكاك تولينا ما نغرقوش. نعم هذيك عليها، هذيك هي قوة البنية التحتية بتاعنا، أنا في المهندسين وفي الإنجاز وفي إدارة مثلا متابعة المشاريع. يجي دولة مثلا تخصصك مشاريع كبيرة في بنية تحتية وبعد ما ترقبهاش تعطيها للمقاولين وتعطيها للمهندسين يتبعوها، تلقى عنده شاتو لاباس عليه وامور واضحة، والمهندس هذاك المشروع منه يعني اللي تسرق يمشي للناس هذاك، شكون باش يمشي؟ بالنسبة للمحمدية عندنا مشكلة كونها هي أصل حتى في الجغرافيا نتاعها يعني كجبولات هكا، وفما تولي في الوسط تلقى كلويات، يعني البني الكل جاي في بلايص واطي، يعني كي يقوى الماء ويفوت الكمية يعني النسبة العادية نتاعو بطبيعة باش ينفخ الماء باش يعلى. ماذا بيه؟ راح فما ماء تخلي الديار نتاع العبيدة؟ والله هذه معلومة ما عندي، شوفوا مع بلدية المحمدية فما خاطر عاملين لجنة نتاع لجنة الطوارئ في المعتمدية، وما نعرفش النتائج والحصيلة تلقاها عندهم هما. انت شفتهم البارح اللجنة نتاع الطوارئ؟ زي ما هبطوها على الباج كانوا عملوا اجتماع واحد، اما شو نتوقعوا اجتماع سوري شكلي هكاك. اذا كانت تحب على المتابعة وتكون مثلا التلفزة حاضر تحضر معنا في مجلس بلدي وشوفوا دورة كذا وتحضروا لنا وتنسقوا مع البلدية وتحضروا تسمعوا آراء المواطنين، تسمعوا النقد وتسمعوا التحفيز وتسمعوا النقد زاد في نفس الوقت. والله يفتش يقول لك المسؤول ظاهري، المسؤول موجود في قصر كرتاج، المسؤول موجود في باردو في مجلس النواب، المسؤول موجود في وزير في كرسي حاط وقاعد ما يشوفش في الشعب اللي صار فيه. اختي البارح انا كتاكسيستي اللي شفته البارح انا شفت وضعيه نتاع بلاد هشه، معناتها كياسات الكل بحرت، عباد ما لقاش باش تروح، العباد لا ترونسبور ولا بنيه تحتيه، ما ثم شيء في البلاد هذيا، ثم ناس معناتها قاعد تنهش فينا ليل ونهار، قاعد تسرق فينا ليل ونهار، مش حاسب المواطن اللي قاعد يعاني نهار كامل معناتها، معناتها انا كانسان كتاكسيستي البارح نلم في العباد نحن على العباد نلم فيهم بالاربعه والخمسه باش نروح بهم، باش يقعدوش في الكياسات، ثم عباد انا شفتهم في الكياس من السته نتاع العشيه للثمانيه نتاع الليل ما روحش مسكين. ثم ديار تتعدى تتاسف عليها تخليها المال داخل فيني هالمسؤولين هذوما فينهم، فانا بلاصه يعيشوا، فانا تركينا يعيشوا، فانا كوكب يعيشوا، عايشين معانا ولا مش عايشين معانا؟ علاش وقت يجي انتخابات يبدو هما الاولانيين مادين وجوههم في الكياسات ويبدو يباشوشوا بيك ويبدو يرحبوا بيك ويقولوا لك يا نسيان عليك تفضلش عندك ما عندكش، علاش وقت يصير هكايا ما فهمش ريحتهم؟ من البنيه التحتيه من زيكوات ومن يعني من طرقات من حفر من برشا حاجات فهمني، ومن ضعف زاد الماديه ضعف الموارد نتاع البلديه، وفما سوء تصرف زاد، فما سوء تصرف الموارد نتاع البلديه، ويعرفوا المجلس البلدي يعرفوا اللي فما سوء تصرف، مجلس بلدي مثلا في المنزل الوظيفي حارسين عليها اكثر من رضايه الوالدين، فما ناس قاعد يصدم عليها الماء وهما يعرفوش الشيء هذا، خيتي عندك مهندس في البلديه شنو معنات؟ عندك مهندس يعرف النهج الفلاني مش يصدم عليه الماء. وهم مشاو نظفوا في الجهات يعني في الحوامه اللي مش عملوا يعني كير نظفوا ليله صلاله كما نقولوا نحن علمهم المرصد الوطني للرصد الجوي على خبر هذاك مشاو قاموا ينظفوا، وهذا يجي من اول الصيف ما تجيش تو، وتو تتلفت زي تلقى الوساخ متناثر في كل بلاصه بتبيع مش يرجع يسكر لك الروقان، انت هاك تشوف التجهيز خدمه الطريق الوطنيه رقم 3 شارع الحريه عامله حقه نتاع سردينه يهبط منها الماء حجره ودبوزه وكاغط وكذا تتسد ما تلقاش كيفاش الماء يمشي، وما على طول يعني اللي هو ستان دلو احنا تو واقفين عليه تصوروا لهنا، هذا دلو خدمات وتجهيز، خدمات وتجهيز كبروا زوز متر ونص ولا 3 متر ولا 3 متر، يعني بحر يعدي كهرباء لداخل، ما يجي الماء اللي يتسرب لها الماء يعني الرقاره اللي باش تقبل الماء باش تعديه في الدلو هذاك صغيره هكا 40 على 40. نتاع نهج مش نتاع طريق رئيسي، والطريق هذا يعني يجي الماء من الحوم الفوقانيين هذا من حي النزهه. نحن لازم لفته كبيره للمحمديه وبرشا برشا 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 خور، خاصه فيما يخص حكايه التطهير هذه. حكايه التطهير يعني حتى نحب فما عندنا رقارات مسدوده عندها 30 سنه، وجيت تلقى شركات خلصت اللي هي عملت لهم كير ونظفتهم وما نظفوهمش، ولازمك تصور وتشوف. يلزم مجلس البلد يعاود يجتمع ويعاودوا يبرروا رواحهم ولغه الوالي واجتماع وطار او هذه كل حديث فارغ. نحن هنا ديما ليلة صلالة وصباحها تو انت كان تمشي تحكي معاهم مسؤوليته تقول مرت بسلام والسماء زرقاء والعصافير تزقزق وهما يزقزقوا جوهم احلى جو وما فما حد شيء صحيح.
فين رئيس الجمهوريه الموجود انتخبناه وحطيناه غاديكا باش يخرج ويشوف العبيد تصير فيها؟ فين رئيس الحكومه الجديد والقديم؟ شكون يحاسب فيها العبيد هذيا؟ اخي الفلوس اللي دخلت البلاد فين مشيت؟ ما ثم بنيه تحتيه، لا ثم سبيطارات، ولا ثم نقل، فين مشيت؟ اعطونا فين مشيت؟ سؤال كبير انا عايش فيه، انا كتاكسيستي نعاني يوميا من الشيء هذايا. نعاني يوميا، كياسات مكسره، مرافق تعبه، ووقت يشدك عون امن يبدا ناقص ورقه يقول لك فيني؟ شكون ما خلصتيهاش؟ انا نخلص وانت شوف ايش قاعد تعمل، فيني كياسات نشوف فيها انا خلص التاكسوات، فيني كياسات، فيني كياسات؟ اعطيني انا فلوسي فين ماشيه؟ البنيه التحتيه ما فماش بنا في تونس بصفه عامه، فماش. علاش؟ خاطر اللي بناو قبل ما راعوش شو اسمه المعطيات نتاع البني. ثم شكون يحط الاتربه في الكياس، ثم شكون في البلوعات يعبوهم، ما فماش حاجه على قاعده. مسؤولين فماش مسؤولين من قبل، معناها متهمشه برشا بلايص هكا. ديجا تشوف ديما تفيد هكا، دخلت على الديار البارح الماء، انا مانيش حاضر، اما جيت مع نلقى العباد تسيق كاو. شو نقول لك يا اخي؟ البلديه وين دورها لهنا؟ دورها تلعب ولا ما نعرفش، ولا ما نعرف، يعيشوا الناس كلها تعيش. ما فماش حقيقه مطلقه، كل انسان يعمل في حياته ويشوف في امور. فماش بلديه. الرقار هذه يجيو يعملوا المعاينه البلديه وين تصير حاجه يجيو. هو ثم تقريبا 20 متر اللي يخرج فيه من باش يربطوهم يولي يتعدى الماء، طول ما عملوهاش لتوا سيدي، لتوا يخرج الماء هكاك، وين تصير مطر يخرج الماء هكاك، فهمتني؟ بالنسبه لي انا لداري ما تخليش الماء خاطر عاليه، ثم ناس تخللهم الماء. هذه يلزم فيها حل، ديما هكاك لوناس ما قدتهاش. والبلديه ويني بلديه المحمديه؟ هكا اي شبيه تجي تجي البلديه تجي تعاين وتمشي. هكا هو ما عملوا حتى حل فيها. تبينا معنا يقدوها، الصوت نتاعنا يوصل وهما ياخذوا اجراء، كان احنا نعملوا اجراء قولوا لنا شنو نعملوا تو نمشيو زين. دار الشباب من غادي هذاك ويد مجرد هابط اعلى مني وينك. الكل نهجنا نحن سيرتو نهج حلق الواد ينوندي يتعب والديار يدخل لهم حتى للدروج الداخل، فهمت؟ خايتي قسم على الله، والله قسم على الله. والبلديه غايبه، شيء ما عملوا شيء، ابسولي موريا شيء شيء شيء. كيما قالك يجيو يحسبوا رواحهم ما روحوا، يعاين ودرا شنيا يحفروا ودرا شي يعملوا ويرجعوا كيما كان. تخلى برشا مية لأن هنايا برشا مية، تخلى الدار هذوما للديار حاصيلو كل شيء، هالمية هنايا نقبت حاصيلو هنايا كل الأرض كسروا كل شيء. نظفنا معاهم الغرام والكل هيك هاكم غاديكا زادا قاعدين ينظفوا مازالوا بعد روحوا كها وفما عزوزة أنا هنايا مسكينة ما تنجمش نظفنا معاها عاوناهم كها حليناهم وعاوننا العبيد باش تنظف ديارها كهو. وكل عام هكا تصير الحكاية، كل ما تصب المطر كل ما تصب المطر هكي ديما هكاية. شو تحب تقول بلدية المحمدية؟ قول بالله صلحونا الكياسات هذوما، خلي الناس ما تعدي ونظفونا بالليل، صلحونا كياسات. نحمد الله ونشكره أن الله سبحانه وتعالى تفكرنا ونزل علينا الغيث بعد ستة أشهر. فيما يخص الماء معناها يعني نحمد الله ونشكره، ما ثماش معناها بيوت خلاها الماء، بقينا ثم فيما يخصك من هنا المجاري المائية هذيك الحلقومة ذي ما يتسعش معناها ل 130 ألف ساكن. إن شاء الله رئيس البلدية وعد باش يوسع فيه، والحمد لله تشوف فيه طريقات نظيفة. الحمد لله نحمد الله ونشكره، رئيس البلدية يخدم بارك الله فيه، معناها أحسن رئيس بلدية شفناه، خدام ينظف ديما تنظيفها، وهذه معناها هذه نتاع المياه هذه نتاع الأمطار نظفها قبل الأمطار. وكلهم الأعضاء نتاع البلدية كلهم معناها في خدمة المواطن، ونحمد الله ونشكره والحمد لله. علاش العباد هكاك البارح يعانيوا؟ أنا مرأة كبيرة تبكي، والله تبكي البارح، وقفتني تبكي،
ما لقيت ما نعمل لها ميمتي. قلت لها هز عبيه اش نعمل؟ قالت لي وليدي عندي ساعتين وساعتين ونص ملوحة هنا ما ثمش كار. نقل فين ودبيت معبي بالكيران البارح. تقول لي مترو ما يخدمش؟ خرج كيران يا خويا. خرج طيارات تهز العبيد ما يهمنيش فيك انا. انت قاعد في قصر ولا قاعد في وزاره ولا قاعد في السنوبه عندك كهرباء تهزك وتجيبك وثنيتك نظيفه؟ احنا نظيفتنا مش نظيفه. مواطنين نعانيو، انا تونسي عندي الحق وواجب عليك باش تخدمني راه مش عامل عليا مزيه انت. هو سؤال كبير. والعبيد البارح روحت مخدمة 8 و9 نتاع الليل، شكون يعانيهم؟ شكون يهزهم؟ شكون يوصلهم؟ اختي ايش نقول لك؟ هذه اقل حاجه نجم نحكوها، واسئله كبيره لازم يجاوبونا عليها. ما جاوبنا حتى مره تو 10 سنين وحنا نسال ونسال حتى ما جاوبنا، واللي شد الكرسي ما عادش يجاوب، هذا ما عادش يسمع بها، ما عادش يتكلم. هكا هو حسبي، نقول لك حاجه اختي، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم الكل. احنا الحق الحمد لله خير شويه من المره الاخرى، جتنا قويه برشا، خاطر رقارات معمولين ماهمش باهيين. فهمتني بنتي دخلتنا برشا حتى الزراب يدينا كلها تلكت لي عمناو. اما السنين الحمد لله شويه شويه. والبلدية ويني مدام؟ والله هاو كل مرة كيفاش أنا نقول لهم ربي يهديهم إن شاء الله. هكا هاو بنيتي وزادي الترانسبور يولي الأولاد ما ينجموش يمشوا يخدموا بالمطر، ديما ما ينجموش يمشوا يخدموا كان بس يوصلوا مأخر وياسر، يوصلوا مأخر وياسر. حتى كانت عندنا تيس نحوه ما عرفش كيفاش هذاك، علاش كي تصب المطر الدنيا كلها توقف.